وأقوى تصميمات سوشيال ميديا متقدمة موجودة على قناتنا. هنكمل النهاردة إن شاء الله التصميم الدمج المتقدم اللي قدامنا ده. كنا وصلنا في الدرس اللي فات للجزئية دي، والنهاردة إن شاء الله درسنا هنتكلم عن تظبيط الإضاءة والظل في التصميم. تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مرة تانية عشان أكمل لكم التصميم في جزئنا الرابع اللي هنبدأ نتكلم فيه عن الإضاءة والظل والنور في التصميم. الدرس اللي فات عملنا أو ظبطنا عملية تصحيح الإضاءة والتشبع والألوان ما بين العناصر وبعضها عشان نعمل عملية الدمج الأولي في التصميم. عملية الدمج رقم 2 اللي لازم تكون موجودة في أي تصميمات دمج هي عملية الإضاءة والظل، يعني الظل والنور، إن احنا نحدد مصدر إضاءتنا واتجاهه وارتفاعه وحجمه، لأن احنا لما هنبدأ نحدد المصدر نوعه يعني واتجاهه وارتفاعه وحجمه وبعده عن العناصر هنقدر نحدد شكل الظل اللي هيتكون من الإضاءة. لو عايزين تفهموا أكتر في الموضوع ده بشكل تفصيلي ارجعوا لمحاضرة الإضاءة والظل في الجزئية النظري، وكمان كان في جزئية عملي شرحت لكم التكنيك اللي احنا بنستخدمه في الظل والنور الاحترافي، فياريت اللي ما شافش الدروس دي يرجع لها وبعدين يرجع يتابع معنا. طيب دلوقتي انا عشان احدد الإضاءة بتاعتي، احنا عرفنا ان هي إضاءة شمس لان احنا في الطبيعة. طيب دلوقتي الإضاءة بتاعتنا احنا حددنا مصدرها ان هي من الاتجاه اللي هو في الناحية الشمال، والشمس ما بين فترة الشروق يعني خلاص هي شرقت خلاص، وما بين فترة قبل الظهر. ليه؟ لأن هي مش متعامدة هنا، مش موجودة في بشكل عمودي على العناصر، فهي كده معناته ان هي ما بين فترة الشروق وما بين فترة اللي هي الظهر. فهنا نوعية الظل زي ما رسمناه قبل كده في البوست الاول في ليبتون انه كان نوعه حاد وبس فيه شوية نعومة وشوية طويل، وهيكون الظل طويل وهيكون اتجاهه في عكس اتجاه الإضاءة. وطبعا انتوا عارفين ان الشمس في اول ما بتطلع ما بين فترة الشروق وفترة الظهر ما بتكونش قوية جدا ولا حجمها كبير جدا، لان هي لسه يدوبك بتطلع، فعشان كده الظل هنا مش بيكون ناعم قوي، بيكون حاد شوية بس في شوية نعومة وبيكون طويل. وعرفنا ان الشمس او مصدر الاضاءة كل ما كان اصغر كل ما كانت الاضاءة حادة، كل ما كان اكبر كل ما كانت ناعمة اكتر. ده بناء على اللي احنا درسناه. طب دلوقتي هنبدأ نشتغل، هنبدأ نعمل مصدر الاضاءة الشمس اللي هو في الاتجاه اللي هنا. هنجيب الفرشة وهنستخدم بس قبل ما نجيب فرشتنا طبعا هنبدأ، هي طبعا الشمس ورا الفريم، فهنروح تحت طبقة الفريم هنا وهعمل لير، هعمل لير طبقة لان هي تحت طبقة الفريم. الطبقة دي هي طبقة الشمس، هسميها بالصن، وعلى طول على طول على طول هقوم احطها كنترول جي في جروب وهسميها بصن عشان نبقى منظمين في شغلنا وعارفين طبقتنا. هنروح على طبقة الصن وهجيب الفرشة زي ما قلت، وهروح اختار من ايه، من سانشين، لا من سانشين براش. في عندنا هنا مجموعة من البراشات تقريبا اربعة، ايوة هي دي، هي دي اللي انا استخدمتها، رقم اربعة سانشين فور، رقم اربعة اللي دايما بنستخدمها. نكبرها شوية عشان تاخد اكبر حيز، مش قوي كده يعني، كده بدأت تختفي كده حلو. طيب اللون بتاع الصن من الالت كده، اضغط الت واخد درجة من الدرجات اللي هي الصفرة من هنا مثلا كده، ممكن افتحها شوية من البرايتنس نفتح، وساتوريشن نقلل شوية الساتوريشن تشبعها كده يعني كده
ابيض مصفر شويه، حلو قوي. وهعمل بالشكل ده كده، خليها جايه كده الفلو. اكيد طبعا هنا ركزوا على موضوع الفلو ان هو يكون 100%. واجيبها كده بس طالعه شويه هنا كده، او جايه كده من هنا بالظبط كده، حلو جميل جدا جدا جدا. هي طبعا اكيد مش هتفضل بالشكل ده زي ما احنا متعودين، هنروح نعمل ليها ايه. اكيد اول حاجه هروح احولها للسمارت اوبجكت، وهروح اغير البلند مود بتاعها اكيد لسكريم عشان تديني اضاءه، وهروح عند الفلتر وبلور وجاوزيان بلور، وهعلي البلورنج فيها لحد ما احس ان هي اندمجت مع الخلفيه، يعني باين شكل اشعه بس في نفس الوقت مندمجه مع الخلفيه كده. مظبوط كده، الدنيا حلوه مظبوطه جدا. طيب بس ملاحظين طبعا ممكن هنا بالشيفت عشان هو سمارت اوبجكت فبيجيب لك الرساله دي، نجيبها كده شويه كده، شويه من الاشعه جايه في الاتجاه ده، اعمل اوكي. حلو قوي، بس طبعا التأثير اكيد هنعمل عليه ماسك، وهنبدأ نشيل الحاجات اللي هي، نرجع السوفت براش، الحاجات اللي هي الزيادات اللي عندنا، نقلل الفلو بتاعنا نخليه مثلا 8 او اقل كمان، نخليه ممكن 3، كبر شوية البراش بتاعتي، وابدأ اشيل الزيادات اللي احنا شايفين ان هي اوفر في الاماكن معينة من هنا كده. هنقفل قبل وبعد، هنلاحظ ان التأثير المبالغ فيه هنا، هنا في المكان ده، هنا برضو شوية في مبالغة، وهنا كده. يعني هنشيل الاشعة الزايدة، دايما لما بنقفل ونرجع بنقدر نحدد الاماكن الزيادات اللي في التصميم، عشان المقارنة دايما في اي حاجة في الدنيا بتخلينا نقدر نعرف الصح من الغلط غالبا. يعني نقفل كده ونفتح كده، تمام. ممكن نقلل شوية كده، نمشي في نفس اتجاه الأشعة بتاعتنا، نقفل ونفتح، حاسة انه تمام، بس من هنا شوية في مبالغة شوية في التأثير، لان هنا هيكون مظلمة اكتر، هنا الاتجاه ده تكون أشعة خفيفة في الاتجاه ده مش قوي كده، تمام. من هنا برضو شوية كده بس، خلاص كده كفاية قوي علينا. وبعدين لو حسينا او احنا بنشتغل شفنا ان هي عالية، ممكن نبدأ نقلل شوية. دي اول اضاءة، دي اول حاجة احنا عملناها. تاني حاجة الاضاءة رقم 2، الاضاءة رقم 2 اللي هتدينا، او اللي هي قرص الشمس نفسه، ده الاشعة الريز بتاعت الشمس. طب القرص بتاع الشمس، السيركل بتاع الشمس فين هنجيبه، من فين هنجيبه؟ من هنا، هو ده الفليرنج، الصورة اللي احنا هنستخدمها عشان نجيب الوهج لأشعة الشمس. هنخليها بنفس الأبعاد بتاعتها خلاص، وهروح أدخلها هنا، شكلها جميل والله كده. وهخلي البلند مود بتاعها سكرين، هسحبها كده شوية كده من هنا، هجيبها بالاتجاه كده كده بالظبط، حلو قوي بصراحه، ادتنا جماليه رهيبه في التصميم. بصوا لما نشيل هنلاحظ ايه، ان هنا في الفريم بتاع الصوره فلازم نشيله. هنشيله ازاي؟ هنروح هنا عند ليفل، او ممكن من الكيرف ليفل، فاحنا حابين نشيل الاسود اللي في الصوره، لان عشان السكرين بيشيل الاسود بس في اجزاء ما شالهاش، فاحنا هنشيله يا اما من هنا من الاسود ده، او من هنا طبقه الميد تون، فانا هشيله من الميد تون عشان ايه ما اشيلش قوي من الاضاءه،
لان لو من الاسود بص بيشيل من الاضاءة كتير. لا انا همشي بالراحة كده بحيث ان انا مشيلش من تأثير الاضاءة بتاعتي، وفي نفس الوقت اشيل الفريم. في شوية هنا بصوا، بس عادي جدا انا ممكن بالفرشة اشيله، فانا مش عايزة اشيل من تأثير الاضاءة، انا عاجبني بصراحة، فخليه كده شوية خفيف كده. قبل كان جامد قوي، وبعد هديناها شوية، بس في نفس الوقت احتفظنا بالاضاءة. بس خليني شوية اعليها حاجة بسيطة كده كده كده، بس حلو قوي. تمام، هروح عند الصن بالماسك واروح اجيب فرشتنا، وهي على الفلو رقم 3. اقلل شوية وامسح ممكن من هنا لو في اي حدية من هنا او من هنا. كده هنشيلها. حلوة قوي، جميل جدا. بس هنا انا ملاحظة ان هنا من السبلاش اللي من وراء جاية هنا جزئية، خلينا نرجع لها باك سبلاش. فين اللي هي دي؟ نرفعها بس شوية كده. تمام. طيب عملنا هنا الاضاءة، بصوا شكلها قبل وبعد، فرق رهيب. يعني بدأ التصميم اصلا يتغير بحاجات بسيطة جدا، يعني لسه وكمان ما اشتغلناش قوي في تصميمنا. حابة اكبر شوية فيها، وكان المفروض قبل ما ابدأ اعمل الماسك، بس مش مشكلة، الماسك ده دايما عامل لنا مشاكل في حياتنا. بس الماسك ده حلو مؤدب يعني. طيب حركها شوية كده، اجيب اهم حاجة ان اللينس اللي هنا يكون جاي على ايه، على ليبتون نفسها، عشان هي دي المنتج الاساسي عندي. طيب كده حلو قوي، جميل. شوف الاشعة، حلو جميل جدا. طبعا الاضاءة هتبان لما نبدأ نشتغل على الاضاءة على العناصر، احنا دلوقتي بس مجرد بنعمل مصدر اضاءة. حابة اني انا اغير شوية في الوان الشمس نفسها، ممكن اروح عند هيو اند ساتوريشن كولورايزيشن، اعلي الساتوريشن اخليه، هعمل وهنا برضو الليفل، انا نسيت اعمل كليبنج ماسك عليها عشان يأثر عليها. بس فالهيو اند ساتوريشن هنا هخلي الوانه كده زي اورنج شويه، هنا محمر قوي، هنا لا اورنج محمر كده، و يعني مش ساتوريشن عادي قوي كده، كده بيهديها كده بيزودها، خليها كده نزودها شويه. شوف قبل وبعد، قبل وبعد، نعلي شويه الساتوريشن، نعلي شوية الإضاءة، قبل بعد. لا زادت قوي عندي هنا الإضاءة أوفر، يعني خليها زي ما هي كده، قبل وبعد كده. حاسة ان هي بقت احسن، بس نقلل شوية الساتوريشن، مش عالي قوي كده، قبل عشان اقارن فين احسن، قبل ولا بعد. هو بعد احلى، ومدياني برضو لون على الجبل نفسه، فشكله حلو بصراحة. يعني ممكن نقلل شوية، لا خليها زي ما هي صفر هنا. طيب كده انا عملت اللي هي الاضاءة الاولانية او الاضاءة ومصدر الاضاءة بتاعتي والاشعة اللي طالعة منها. هنبدأ نشتغل دلوقتي على الاضاءة اللي على العناصر اللي جت الاول، وبعد كده نشتغل على الظل اللي تكون من الإضاءة، الظل اللي تكون من الإضاءة. بس هنلاحظ ان بس ده شوية عالي، نقلله شوية، ممكن من هنا الأوباسيتي نقلل كده،
بحيث ان هي يبقى شكلها منطقي ما تكونش عالية قوي. شوف في التصميم الاصلي الاضاءة عاملة ازاي. جميل. طبعا هنشتغل حاجة اسمها color grading، وهنشتغل بعد كده كاميرا رو فلتر. تصميم هيتغير وهيتحول كتير، بس احنا دلوقتي احنا ماشي معاكم خطوة. هنا ال hue and saturation انا عالي شوية، خلينا نقلله نثبته حاجة بسيطة كده. تمام. نبدأ نشتغل على الإضاءة. أول حاجة هنشتغل على الفريم، إضاءة الفريم، وبعد كده هنبدأ ندخل على العناصر الداخلية. في البداية أنا هشتغل الإضاءة على كم عنصر كده في الفريم، وبعد كده بقية العناصر هتمشي بنفس السيستم بنفس الطريقة، فهنمشيها بشكل سريع عشان المحاضرة ما تكونش طويلة معانا. والمهم ان انتوا تستوعبوا الفكرة، فكرة ان انا زي برمي اضاءة عليهم والباقي هيمشي بنفس السيستم. فانا هعمله بشكل سريع، هنمشيه بشكل سريع في الفيديو بحيث بس تشوفوني وانا بشتغل وهتفهموا. خلاص انتوا خلاص فهمتوا الطريقة. هنبدأ نشتغل على الفريم اللي هو ده، او الشجرة اللي هي دي. هنفتح طبقة الفريم وهنرجع هنا. اول شجرة احنا عملناها في الفريم هو فين؟ هي دي. دي كانت اول واحدة احنا عملناها. هنعمل لير فوقيها طبقة. هالطبقة دي هنخليها بالبلند مود بتاعها اسكرين، وهروح اجيب الفرشة بتاعتي واخلي الفلو بتاعها 100%، وهروح اخد درجة من الاورنجات بالالت كده، بس ايه اخليها كده تشبع اعلى، وهخليها افتح، هكبر الفرشة وهبدأ اشتغل كده، وابدأ ارمي هنا. هنا بتبقى بعيدة شوية عن الاضاءة، فهي جاية الاضاءة اصلا من هنا كده. هي دي الاجزاء المضيئة، بس انا ماشي خليها زي ما هي، ما فيش اي مشكلة. احنا بعد كده هنشيل بالبلند اف الاضاءة العالية من اماكن الشادو. طيب طيب كده حلو حلو. بعدين ابدأ او قبل ما اعمل من الاوباسيتي هروح عند البلند اف وابدأ اشيل الاضاءة من الاماكن الضلمة كده بالشكل ده. واقعية غير طبيعية بالطريقة دي. بعدين حسينا ان التأثير عالي من الاوبستي، بس انا حاسة ان هو ممتاز. بصوا قبل بعد في حيوية اكتر، ممكن نقلله شوية لان هنا ابعد حاجة عن الاضاءة، فممكن نقلل شوية الاوبستي بتاعتي حاجة بسيطة. تمام تمام. هشتغل لكم واحدة كمان عشان التكنيك يدخل في دماغكم. التانية الشجرة التانية بنفس الطريقة، هي جاية الاضاءة من هنا، الشمس جاية من هنا اكتر، فبالتالي هتاخد من فوق كده كده كده. تمام حلو قوي. واخلي البلند مود بتاعها اسكرين، واروح عند البلند اف والت عشان اكسر النقطة دي، وابدأ اقلل. تمام. هنا هنخليها عالية شوية لان الشمس هنا هي قريبة من الشمس اكتر من الجزئية اللي هنا. الجزئية اللي هنا كمان ممكن نقلل شوية كمان الاوبستي منها كده. حلو قوي. طيب اشتغل لكم كمان كم واحدة والباقي هنمشي بسرعة. هنشتغل على دي. دي برضو الشمس جاية كده، هتاخد بس الحتت اللي هي دي. هروح اعمل فوقيها طبقة والفرشة بنفس اللون وارسم عليها. طبعا كليبنج اهم نقطة كده، هي الاجزاء دي اللي جاي عليها الاضاءة، واعمل البلند مود بتاعها سكرين وبلند اف عشان اشيلها من الاماكن المظلمة كده بس كده. تمام. نشيل الاضاءة من اماكن الشادو. حلو قوي، بس كمان التأثير عالي لان هي برضو مش قريبة قوي من الاضاءة، بس في شوية اضاءة عليها. ممكن نزود شوية بالفرشة
ناخد من الاجزاء اللي تحت دي شوية كده، حلو قوي بس كده مش اكتر من كده. وممكن نروح عند الكيرف نفسه، بصوا الكيرف اللي احنا غمقنا اللي هو هنا بالفرشة بتاعتي باللون الاسود عشان اشيل تأثير اللي هو التغميق اللي انا غمقته، افتح شوية كده بس الاجزاء القريبة من الشمس، اشيل تأثير اللي هو التغميق اللي احنا غمقناه ليها قبل او قبل دي وبعد. تمام، حلو قوي، هشتغل لكم كمان دي والباقي انا هكمله بشكل سريع. هي دي فين موجودة؟ هي دي، هعمل لير عليها، هجيب الفرشة بتاعتي هكبرها، هعمل كده الاجزاء دي هي اللي جاي عليها الاضاءة اكتر حاجة، واخلي البلند مود بتاعها سكرين، وابدأ بالبلند اف، اروح هنا اشيل الاضاءة من اماكن الشادو بتاعتي كده، حلوة قوي. وممكن نقلل شوية من الاوباسيتي، التأثير حاجة بسيطة كده، بصوا قبل وبعد كانت مظلمة خالص، بس انا شايفة ان التأثير انا زودته شوية من هنا، فممكن ان انا اعمل عليها ماسك واشيل بال يعني طبعا علشان هرجع عشان الفلو 100% نقلله، خليه مثلا اتنين او واحد حتى، وابدأ اشيل شوية من هنا لان هنا مش واصلة له اضاءة قوي في الاجزاء اللي هي دي. خلاص حلو، هكمل الباقي بشكل سريع، وفي النهاية هنرجع لينا هنكمل بقية العناصر من الاشجار وكمان من الليبتون، وكل عنصر هنا هحط عليه والجبال وكله هعمله بشكل سريع ونرجع تاني. المهم ان انتوا فهمتوا التكنيك كله ماشي بنا، فيلا بينا. كده انا خلصت جزئية الفريم، الاضاءة على الفريم كله بنفس التكنيك، بصوا فرق جدا التصميم معايا عن البداية. نيجي بقى معلش هنا الدب عشان في شوية تكنيكات فهنشرحها شوية، ان في حاجات هنبدأ نشرح شوية فيها وفي حاجات يعني هنمشيها تكنيكها متشابه فهنمشيها بسرعة. بالنسبة للدب اللي هنا طبقة الصن عشان ما بس ما تقرفناش وتزولنا في الشغل فهنقفلها، وهنروح عند البير اللي هو الدب بتاعنا اللي هو ده هنا. طبعا انا عملت عليه زي ما قلنا كيرف، هنا الشمس جاية كده من هنا هتكون في ظلمة شوية، فهنا هنبدأ نشتغل على الكيرف نفسه اللي انا فتحت بيه، وعند الماسك بتاعه اجيب البرش بتاعتي، البرش ممكن اختصارها ب نقلل الفلو مثلا نخليه 5، هرجع باللون الاسود التأثير اللي هو الغمقان شوية لان هنا بعيدة عن مصدر الاضاءة، فالاماكن اللي هنا عشان يبقى فيه واقعية اكتر، والاماكن اللي هنا والاماكن اللي هنا كل دي بعيدة عن ايه؟ عن مصدر الاضاءة، فهتكون اغمق من بقية التصميم. طبعا ما بين الاكس هنبدل ما بين الابيض، لو حسنا ان احنا زودنا بالاكس نرجع الابيض، الابيض نشيل والاسود نرجع الاسود. تمام كده الاجزاء دي بتبقى ايه؟ بعيدة، فهتبقى ايه؟ مظلمة اكتر من الاجزاء اللي هي اللي فوق اللي هي قريبة من الشمس. طيب وهنا برضو غامقة اغمق
نرجع بالاكس الاسود، هنا اغمق، هنا ده غامق، تمام. الاجزاء دي غامقة. طيب الاجزاء اللي فوق اللي هي الشمس جاية عليها، واللي من الجنب من هنا واللي من فوق، دي كلها مضيئة. فاحنا ممكن نعمل كيرف، نعمل هنا اضاءتها شوية بشكل مختلف، هنعملها بالكيرف. احنا عاملين طبعا الجروب نورمال، فأي تأثير هنعمله هينزل عليه، فمش محتاجين نعمل كليبنج ماسك. في الكيرف هروح عند الشانل الريد بس، فأنا حابة بس اني انا اعلي اضاءة الريد. الريد فين؟ في الاماكن المضيء. يعني انا هرفع شوية كده الاحمر كده، ومن هنا شوية كده، واديها سنة اصفر هنا، مش من الميتون، لا نعيد معلش، بس هنا كده ومن هنا من الميتون ومن ده. والاصفر انا حابة بس اخليه في اماكن الاضاءة عشان اضاءة ده، وممكن في الميتون شوية كده. خلاص انا كده رفعت الاضاءة بتاعتها، هنخليها البلند مود لومينيسيتي او خليها نورمال احسن زي ما هي. انا كده عملت هنا اضاءة مصفرة على محمرة من اضاءة الشمس. بس هل انا عايزاه على كل الدب؟ لا، فانا هعمل كنترول اي عشان اعكس الماسك، واحدد بقى في الاماكن اللي انا حابة احددها. اخلي الفلو زي ما اخلي 3 اقل حاجة، وابدأ اعمل هنا باللون الاسود، ادي اللي هي الاضاءة اللي هي باللون باللون عفوا الابيض، ادي الاضاءة اللي هي الصفرة اللي احنا عملناها فوق هنا. خلاص يبقى تحت هتبقى مزرقة شوية، ومن فوق هتبقى ايه اللي هي اضاءة الشمس نفسها. نقفل ونفتح، فرق صح؟ فرق طبعا. ومن هنا من الجنب كده الاسود عشان نشيل التأثير الزايد عشان ما يبقاش اوفر قوي كده. من هنا كده ما بين الاسود والابيض، الاسود بنخفي والابيض بنرجع اللون الاصفر ما بينه، عشان بس ايه التأثير يبقى منطقي. هنا تمام، ممكن محتاجين نعلي شوية الاضاءة حاجة بسيطة عشان ادي لسعة الاضاءة هنا كده، تمام، حاجة بسيطة، او بلاش من هنا كنترول زد، بلاش نعليها من هنا، خلينا نعليها من الطبقة اللي انا اصلا عملت فيها اللون من الار جي بي نفسه. هعليها شوية من هنا الاضاءة كده حاجة بسيطة، هنا قبل وبعد، بس علتها حاجة بسيطة علشان ادي احساس الاضاءة اللي جاية من الاتجاه ده. هنا بس ايه التأثير بالابيض هنا هنعمله كده، والاسود عشان نشيله من هنا، تمام، خليه من الجناب من هنا بس. حلو قوي كده، عملنا تأثير منطقي طبيعي جدا، تمام. بالابيض نرجع تاني، معلش خلينا نزوده، مفيش مشاكل. هعمل برضو في فكرة كده جت في دماغي، فكرة البلند اف عشان يحصل اندماج ما بينها وما بين اماكن الظل كده. وهروح هنا بلند اف، بصوا هبدأ اشيل من الاماكن المظلمة تأثير الاضاءة بتاعتي، فهنخففه. ايوه هبصه بيخف معايا وبيبقى شكله منطقي اكتر كده. اوكي بصوا، قبل بعد، فرقت قبل وبعد، شكل في فرق طبعا. هروح كمان بالبرش بالاسود اشيل شوية، ممكن بلغت شوية في بعض الاماكن، ومن هنا من الحتة دي مش وصلها قوي اضاءة يعني،
هنا الإضاءة كلها من فوق كده. خلاص أنا يعتبر الدب خلصت الإضاءة بتاعته. طيب بالنسبة للليبتون أو البيرد نفس هنعمله بنفس التكنيك اللي هنا، فما فيهوش أي حاجة، هنعمله بشكل في الحاجات اللي هنعملها بسرعة. بس الليبتون هنا برضو هنشتغله فين الليبتون طبقات من كترها الواحد بقى اهي ليبتون اهي هنا ليبتون هعمل فوقيه طبقة هنا فوق اللي هي طبقة الجلاس، هعمل هنا فوق طبقة ليبتون. الجروب بتاعه نوعه ايه؟ باس ثرو. تمام، يبقى انا هعمل عليها كليبنج اكيد. فانا هعمل فوق الاصلية اللي هي ليبتون دي الكلر واعمل عليها كليبنج، وهعمل اول طبقة سكرين بنفس اللون الاورنج ده، هكبر بس ايه اعمل كنترول على الازازة نفسها عشان ما يطلعش برا، وابدأ اعمل من هنا الفلو خليه 100% كده. احنا عاملينه سكرين صح كده، هنا الاماكن الاضاءة، وابدأ اروح عند البلند اف واسحبها من اماكن الايه الظل كده. حلو، نقفل نشوف قبل وبعد كده احسن، بس هنقلل الاوباسيتي حاجة بسيطة كده بس كده. المكان اللي هنا هنعمل كمان طبقة تانية، بس الطبقة اللي هنا هنخليها ملتبلاي عشان انا حابة اعمل تغميق، وهاخد اغمق درجة من هنا، درجة غامقة من ده اغمقها اكتر، برايتنس اغمق يعني قريبة من الاسود بس مش اسود صريح كده، وابدأ اعمل هنا الاتجاه اللي هو كده هنا، هنا الاماكن البعيدة عن اماكن الاضاءة. تمام، واروح هنا بقى هحمي اماكن الاضاءة من الظل، فهعمل كده يعني مش قوي يعني عشان هيشيلها من هنا، واحنا مش عايزين نشيلها من هنا، لا خليها، مش هنعمل هنا بلند اف خالص، هنروح عند الاوباسيتي نفسها ونقلل بالاوباسيتي كده، نقلل التأثير يعني مش قوي عشان انا عايزة هنا تبقى غامقة. كده مثلا قللته كده عشان انا حابة من هنا يبقى غامق. ممكن اروح اعمل عليها ماسك، اكبر الماسك اقلل الفلو خالص على 1 واشيل الزيادات من هنا. انا كل ما بقلل الفلو بقدر اتحكم اكتر، لما يبقى الفلو عندي عالي قوي فممكن وانا بشتغل اعمل اخطاء في شغلي، فدايما دايما تراعوا نقطة ان انت الفلو اقل حاجة عندك، حتى لو هتخليه 1 بس تشتغل الشغل يطلع مظبوط. هنا ده خليه غامق زي ما هو، انا مش عايزة اشيل الغمقان اللي هنا لان دي اكتر منطقة ضلمة عندي، ممكن كمان الاوبستي اعليها شوية عشان اغمق من هنا اخليه غامق كده، بس هو ده اللي انا عايزاه. ممكن اعلي شوية الفلو عشان بس ما يتعبنيش وانا بمسح، اخليه 3 وابدأ امسح هنا الابيض علشان حسينا هنا ان في مكان منور وفي مكان مظلم. نقفلها قبل وبعد، قبل الاثنين اصلا الاضاءة بصوا كان شكلها عادي جدا مسطحة، بس لما بدأنا نعمل الظل والنور بدأنا نحس ان في تكتيم اكتر في الليبتون. طيب كده تمام جدا. طيب بعد كده هنبدأ نعمل مكعبات التلج والجبال وباقي العناصر
بنفس التكنيك اللي عملناه في الفريم، فهنعمله بشكل سريع دلوقتي. تمام كده احنا خلصنا ده بالنسبة للجبل ده، بس في شوية شغل بسيطة فعشان كده هنشرحه، فهنروح عليه الاول. اول نقطة فيه احنا عملنا ايه في الرايت هنا؟ عملنا اول حاجة كيرف اولاني غمقناها او عملنا الهيزنس فيها، تمام، وبعد كده عملنا فيها الكلر. بس الكيرف ده كتغميق للمكان ده مش كفاية، فانا هعمل كيرف كمان عليها خلاص، وهبدأ اني انا اغمق اكتر. بصوا كده هغمق الجزئية دي اكتر، فهبدأ انزل كده كده عشان انا حابة ان انا اغمق اكتر في تصميمي، مش حابة اعمل اي كونتراست فيها، مجرد ان انا بقفل الاضاءة بتاعتها، لان الجزئية دي بس اللي منورة والجزئية دي هي اللي مظلمة. دي نقطة. تاني نقطة ممكن اشتغل، او خلي دي نقطة تانية او جزئية تانية نعملها. فهبدأ اروح على الماسك، هنا الاضاءة بتاعتها مختلفة شوية، اروح على الماسك وهقلل الفلو بتاعي هنا على مثلا 3، وهشيل باللون الاسود، هي طبعا ابيض، هشيل التأثير ده باللون من الاجزاء اللي هي هنا، اللي هي اللي في الاضاءة واصلة ليها، يبقى هنا مفيش اضاءة لكن هنا في اضاءة، فهقلله من هنا، بس هنا اضاءتها مش عالية قوي. يبقى دي اول جزئية انا بعملها خلاص، يبقى هنا ضلمة وهنا فاتح. بصوا قبل وبعد، بس خلينا هنا نفتح الاماكن دي، نعلي شوية الفلو لان ايه، عشان ما ياخدش معنا وقت في انه يبين النتيجة. خليه 9 مثلا، نبدأ نشتغل هنا. هنا الاماكن ايه المضيئة، وهنا الاماكن اللي هي مظلمة. حلو تمام، هنا هنرجع هنا الضلمة، من هنا هنا مضيئة، هنا ضلمة قوي بعيدة عن مصدر الإضاءة، وهنا فيها إضاءة. دي أول خطوة. تاني خطوة هنعملها يا إما إن احنا نعمل لير، وممكن نعمل بالكيرف، لكن خليني أعملها بالكيرف. هعمل كيرف كمان مرة تانية، والكيرف المرة دي انا بعلي اضاءة، بس بعلي في اماكن الاحمر، يعني الاحمر بزوده اكتر كده. بصوا زودت الاحمر اكتر عشان اضاءة محمرة، وازود الاصفر في الاماكن المضيئة. الاصفر هنا ده لما ننزل لتحت اصفر، لما نطلع لفوق بلو ازرق. رجعوا دروس اسرار التصميم درس الكيرف كده. انا بعلي الاصفر في اماكن ايه الاضاءة، فبعلي الاصفر شوية. تمام عشان ادي نفس الاضاءة اللي هنا، واروح عند الماسك كنترول اي اعكسه واخلي التأثير بس يكون من هنا باللون الابيض، برجع التأثير اللي هو الاصفر المحمر شوية. كده انا عملت الاضاءة في الجزئية دي منتهى البساطة. هنا اضاءتها مش عالية قوي، فانا مش محتاجة اعمل سكرين والحوارات دي. ممكن هنا دي لو حابين تخلوها سكرين، جرب كده سكرين، لا هتبقى عالية قوي 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 قوي. لا خليها زي ما هي كده، طبقة لون بس عليها كده بس. هي دي الاجزاء اللي هي المضيئة فيها، واضاءتها اقل من الاضاءة اللي هنا اللي جاية الشمس عليها. خلصنا هنا وخلصنا الباقي. اما بالنسبة للبطاريق هنا يعتبر عليه اضاءة، فمش محتاج ان انا اعمل له اضاءة. وبالنسبة لهنا كمان اضاءتهم هما في منطقة ظل، مش محتاجين برضو ان احنا نعمل عليهم اضاءة كده. يعتبر لا ما يعتبرش لسه في اضاءة كمان اللي هي على هنا الارضية طبعا.
هنعملها بشكل سريع دلوقتي في الميدي جراوند. هروح على الميدي جراوند الأولانية اللي هي دي، لا مش دي، هي دي، أيوة اللي هي دي، وأعمل لير بنفس الطريقة بنفس اللون كده. الأماكن اللي جاية عليها الشمس هنا هنا هنا، دي كلها أماكن جاية عليها إضاءة الشمس، وأخلي البلند مود بتاعها سكرين. ثواني، قبل وبعد، قبل وبعد، تمام. بس إيه، هنشيلها من الأماكن هنحمي طبقات الشادو منها، نخففها شوية كده. هروح أعمل واحدة تانية فوق اللي هي الأرض التانية هنا، هيبدأ يظهر هنا بقى التأثير أكتر كده، هنا لحد هنا وصل الإضاءة كده، جاية كده كده بس. هنا هنا بقى هروح أعمل سكرين كمان، وهروح بالبلند اف اشيل، ارفعها كده، اشيل من اماكن الشادو الاضاءة الزيادة بتاعتي كده، بس حاجة خفيفة، تمام كده. اعتبر اغلب الاضاءات احنا خلصناها هنا، بس دي عايزة اشيل اكتر الإضاءة، بس هنا كمان على المية برضو في شوية إضاءة جاية هنا على المية كده، حد الجزئية دي ماشي. بس ايه، هعمل عليها ماسك، لان هنا الأجزاء اللي هي هنا باللون الأسود هشيلها من هنا، مفيش إضاءة، فهشيل الأجزاء دي من هنا كده، هنا الأماكن دي بعيدة عن أماكن النور، فهنشيلها. لازم يبقى في، وانت بتشتغل كل شوية تركز تركز وانت بتشتغل، هنا ما فيش كمان، تركز عشان ما تعملش حاجات غير منطقية في تصميمك. الشمس جاية كده، فدي بعيدة عن الشمس نفسها، تمام. اضاءة بس جاية على طبقة المية اللي هنا، بس مش جاية على دي، حلوة قوي. بس محتاجين نقللها من الاوباسيتي عشان حسن هي عليت مننا، طلعت لفوق شوية كده بس، عشان لسه في color grading وحاجات كتيرة جدا، لازم واحنا بنشتغل ما نعليش كل حاجة مرة واحدة، لا نعلي شوية شوية واحنا بنشتغل. ودي كمان عالية قوي اللي هي الاولانية اللي انا عملتها، اقلل الاوباسيتي كمان بتاعتها شوية، نهدي الدنيا شوية. طيب بعد كده انا عندي نبدأ نشتغل على الظل. الظل اللي انا محتاجة اعمله هما ظلين، الظل بتاع الدب هنا، الانعكاسات عملنا الانعكاسات خلاص، فاضل عندي الظل بتاع الدب، ظل البطريق كده اتنين، وتالت انعكاس، هذا انعكاس مش ظل، هيرمي انعكاس هنا على المية، هنعمله بنفس التكنيك اللي هو عملناه في ده، ان انا هاخد نسخة والنسخة دي هعمل لها فليبنج نفس ما عملنا هنا بالظبط، واعمل لها شوية موشن بلورينج، وبعد ما اعمل موشن بلور هحطها على طبعا بعملها فليب فيرتيكال وبحطها هنا، وبعمل لها موشن بلور، وبعدين بعمل لها بالفلتر ديستور، وبحط عليها الديسبليسمنت اللي احنا عملناها للجبلين. اللي ما شافش الجزئية دي يرجع لها عشان يشوف عملناها ازاي. فدي انا مش هرجع اكررها او اعملها مرة تانية، انا هعملها مع نفسي بسرعة واحطها ووريها لكم. المهم بالنسبة لي دلوقتي ان انا اشرح لكم الظل اللي هنعمله للدب، ونفسه التكنيك هنعمله على بقية البطريق. انا بختصر لان الدرس طويل والتكنيكات كتيرة ولسه في حاجات كتيرة جدا، فاحنا بنحاول نختصر اللي اتشرح، مش هنرجع نشرحه مرة تانية. هنعمل بس الظل للدب، هو سهل جدا ما فيهوش اي تكنيك زياده، بس هشرحه ليكم بشكل سريع. هعمل لي كنترول جي نسخه منه، هنزل النسخه دي تحته واشيل الماسك منها، فهحولها لسمارت اوبجكت، وهعمل دبل كليك عليها وكلر اوفرلاي
باللون الاسود واعمل كنترول تي واعملها فليب فيرتيكال. نفس التكنيك اللي استخدمناه كتير جدا قبل كده، تمام؟ يعني ما فيش اي جديد، بس بشرحه مرة تانية للناس اللي ممكن تكون اول مرة تتابع معنا. بس الاتجاه الشمس جاي كده، فاكيد اتجاهه هيكون في العكس اتجاه الشمس. اما بالنسبة للبطاريق فالشمس اتجاهها جاية بالنسبة ليها كده، فاتجاهه كده، وده جاية الشمس جاية بالزاوية دي عليها فاتجاهه كده، تمام؟ فاحنا بنعمل على حسب اتجاه الشمس الظل بتاعنا كده، بس هو كده. وكمان في نفس ذات الوقت لازم يكون ماشي مع البرسبكتيف، دايما الاضاءة والظل ماشي. نفتح البرسبكتيف عشان ايه؟ نظبط الدنيا بتاعتنا كده كده بالظبط، مظبوط وطويل. احنا قلنا ان هو طويل لان هو في الفترة ما بين الشروق والظهر كده، هو ده الظل بتاعنا ماشي مع البرسبكتيف بتاعنا. نروح على الظل اللي هنا، هو راح فين اصلا؟ اين انت يا ظل الدب؟ اهو اعمل عليه الماسك الشهير بتاعي اللي مبهدلينه من اول الكورس وفي كل تصميمات السوشيال ميديا هو معانا. اكيد طبعا هعمل له شوية بلورينج، بلور جاوزيان بلور، بس مش بالشكل ده طبعا، حاجة بسيطة. هو مش شغال البلور ليه؟ انا حاسة ان هو في حاجة غلط في البلور هنا، ثواني. ايوة صح، تمام. هنا هروح عند فلتر بلور جاوزيان بلور، زعلان كان مننا البلورينج، تمام. حاجة بسيطة يعني، مش اللي هي القوية قوي، بس كده بس. طيب هروح عند الماسك بتاع البلور، خلي الفلو 9 زي ما هي، وابدأ امسح من الاجزاء. كل ما يبعد الظل كل ما يخف معايا، خلاص. يبقى هنا دايما بخفف اكتر هنا في الاماكن البعيدة، والاماكن القريبة بسيبها غامقة شوي، خلاص. بس كده، تكنيك بسيط مفهوش اي حاجة اصلا، بس انا حبيت ان انا اعيده للناس اللي ممكن اول مرة تتابع معانا عشان يتابعونا للنهاية، تمام. ده هنا بس زيادات جاية من الدب نفسه من هنا، عايز يتمسح مسح بس خفيف من هنا عشان ايه ما يبانش ان فيه. نرجع لظلنا الجميل كده، احنا يعتبر خلاص. يعني انا مش شايفة ان هو محتاج اي تظبيطات، بس معلش اقلل الفلو على الاخر خالص، نخليه مثلا 3. اكبر فرشتي شوية كده، تركيات خفيفات كده، بس كده من هنا بس. طبعا هو كل ما يبعد يبقى اخف، تمام. بس في نقطة اني انا هغمقه شوية من هنا، بحيث ان انا اعمل زي كأنه الكونتاكت شادو كده هنا كده، هرجع شوية من هنا كده، ومن هنا برضو هنا شوية كده، زي كأنه كونتاكت شادو هنا، بس كده حاجة خفيفة كده. نرجع ونرجع تاني نشيل لو في اي زيادات بالاسود، حسنا ان احنا زودنا نشيل كده، نرجع بالابيض، نرجع بالاسود نشيل، حس ان احنا نخليه في النهاية شكله منطقي، مش في حتت تحسوا ان هي ملطشة كده، حتت غامقاوي وحتت فاتحة قوي. فاحنا دايما بنمشي بتكنيك ان انا فيد اند اوت اللي انا ماسكاه من اول الكورس، اللي هو اشيل وارجع اشيل وارجع. هو ده التكنيك اللي هيخلي شغلك مش باين. ان يعني انا دايما الناس لما بيعملوا لي الشادو بحس ان هم يعني ايه، حتت كده غامقه قوي، حتت فاتحه ملطشه كده بصراحه، يعني مفيش
التدرج او الانتقال الناعم ما بين الشادو. طبعا انا دلوقتي ما اشتغلتوش بدقة لان دي محاضرة وانا بحاول اشتغل بسرعة، بس انتوا فهمتوا التكنيك اللي احنا بنشتغل بيه الظل بحيث انه يطلع ناعم. بالنسبة للبطاريق هعملهم على السريع، وهعمل كمان الانعكاس لليبتون على المية، وارجع ليكم عشان نكمل بقية التصميم ونبدأ نشطب تصميمنا بقى، لانه كده يعني بصراحة طول بزيادة عن اللزوم. كده احنا يعتبر خلصنا تصميمنا يعني بشكل يعني 3/4 وخلاص. عملت الانعكاس بنفس الطريقة اللي عملتها هنا للجبلين، وعملت الظل بالنسبة للبطاريق بنفس طريقة للدب. ودلوقتي بس نعمل شوية اللينس فليرنج اللي انا حطاه اجيبه، وفي شوية تريكات بسيطة انا هشرحها لكم دلوقتي. هنا دي اصغر حجمها كده وحطها هنا كده، هجيبها احطها في طبقة الايس تي هنا. هي نزلت فين؟ هي فين فين فين؟ نرجع معلش مرة تانية عشان انا مش عارفة هي راحت فين اصلا. هفتح الطبقة عشان وانا بدخلها، بس قبل ما ادخلها او خليني ادخلها الاول كده تمام، واخليها البلند مود بتاعها سكرين، هنشوف لو في اي حواف حتى لا يوجد. فين هي اللينس الاولانية اللي هي دي؟ عشان انا عاملة انه بيحرك جروب عشان كده بيعمل المشكلة دي، انتبهوا للنقطة دي يا جماعة وانتوا بتشتغلوا تمام. دي اول واحدة. تاني واحدة اللي هي دي حاجة بس جمالية كده بخلي العين بتركز على اماكن معينة في تصميمك. هنا فوق ليبتون هعمل بلند مود بتاعها كمان سكرين كده. دي ممكن محتاجة شوية ليفل بسيطة، ممكن نصغرها شوية كده بس كده، هشوف بس لو هي محتاجة ولا لا. هي محتاجة دي، ممكن بدل ما انزل عليها ليفل هقول كنترول ال هيديني الليفل، هينزل عليها على طول. هزود كده، حلو قوي كده بقت الدنيا، وهدينا حتى الاضاءة شوية تمام. طيب دلوقتي بس شوية تاتشات خفيفة عشان نبدأ بعد كده نعمل الكالر جريدنج بسرعة ونشطب التصميم بتاعنا. احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا بنعمل عليها فوكس، او من ضمن الحاجات عناصر التركيز، ان احنا بنعمل حاجة اسمها depth of field، يعني blurring للخلفية لبعض العناصر، ان مش معقولة العناصر تبقى ظاهرة واضحة بالشكل ده. من شوية blurring خفيف بحيث ان العين تركز بس على عنصر التركيز، لان التصميم هنا مليان عناصر كتيرة. هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجة هعمل شوية للاشجار اللي هي من هنا ومن هنا، ونفس التكنيك اللي هعمله هنا هعمله على الجبل ده والجبل ده وكده، بس هقلل شوية البلورينج هنا فيهم، كمان على الاشجار اللي هي من ورا. ازاي هعمل التكنيك ده؟ هروح الاول عند الشجرة نفسها اللي هي البالم، هي اسمها بالم، احنا سميناها النخلة، هنا هي النخلة اهي، وانا عاملها كده ولا كده سمارت اوبجكت. هروح هنا عند فلتر بلور، مش هعمل بلور، لا مش من عند هنا، هنروح من عند البلور جاليري، وهعمل حاجة اسمها تلت شيفت. تلت شيفت بصوا كنا استخدمناه قبل كده في بعض التصميمات كده، بنزله هو ده المدى اللي بيكون الحاجة فيه واضحة، يبقى ده مدى الوضوح، وهنا البلور. هنا انا حابة اخليها من هنا بلور ومن هنا شوية واضحة، يبقى هروح اجيب ده كده انزله شوية خلاص، بحيث ان البلور يكون هنا. طبعا البلور هنا عالي جدا والديستورشن عالي جدا، احنا مش عايزينه بالشكل ده، البلور نقلله كده شوية، يعني ديستورشن ده نقلله خالص. البلورينج حاجة بسيطة بس، يعني لا يعني نقول 3 بكسل، بص لو علينا كده، بحيث ان انا ادي شوية ان التركيز يكون مش على العناصر دي اكتر من التصميم. بص لو رفعنا كده بدأ البلور يعلى معايا شوية تمام.
واعمل اوكي. دي اول حاجة. نيجي نقفل قبل وبعد كده، حسينا ان شوية بلورنج بسيطة جدا، يعني حاجة لا تذكر. بدل ما اروح اقعد اكرر نفس الخطوات على كل ده، هعمل ايه؟ في طريقة جميلة انا هقول لكم عليها، في ناس اكيد عارفاها وفي ناس لا. هروح هنا هعمل بس الت، يعني انسخ التأثير. ما دام الطبقة فيها سمارت فممكن انسخ، فالت وانسخها لبقية للفلو الفلاورز، وهنسخها على اللي هي دي اللي هي البوش. دي اسمها ايه؟ ثواني اتاكد. ايوه هي دي البوش، وهي سمارت اوبجكت. فهعمل الت وانا ضغط الت واسحب التأثير وانزله عليها. بصوا كده مظبوط. هفتح بس اتاكد البلور مظبوط ولا لا. بلور، بس هو عامل البلور اكتر هنا، انا حابة ان يكون شوية هنا. فممكن ان انا ادخل على البلور جاليري نفسه، هي ده فايدة السمارت اوبجكت، ان انا ممكن اعدل. فهبدأ انزل شوية البلور انه ياخد من هنا. ثواني بس شوية، لا اطلعه شوية لفوق. ايوة اطلع دي كده لان هي نازلة لتحت اكتر. تمام، لا خليني انزلها كده زي ما هي، و كده هزود المدى بتاع البلور، هطلعه شوية. وهنا تمام جميل كم حلو، واعمل اوكي. نفس الطريقة على الفلور. الفلور بس هنفتح الجروب وهناخدها ننسخها على التلاتة. تمام، هروح اخد بهنا الفلور بنفس الطريقة. هروح هنا هسحب التأثير هنا بالالت. تمام، ممكن احدد الثلاث طبقات بالكنترول او بالشيفت، واخد من هنا بالالت وارميه عليهم. تمام، هو جاب على واحدة مش مشكلة، ناخد من هنا ونرميه على التانية ونرميه على التالتة. كده انا نزلت التأثير عليهم التلاتة. طيب حلو قوي، بس احنا هنلاحظ انه هو افتح اللي هي انهي واحدة فيهم. دي كويسة ودي ماشي، ممكن افتح دي اعدل عليها شوية. بس جاية ازاي؟ عشان هي شكل على شكل نفسها. ممكن نعليه شوية كده هنا، ده بيعمل روتيشن ليها. و تمام، عايزه الروتيشن، انا قلبت الدنيا بصراحه. ماشي كده حلو قوي كده، عشان نخلي البلور اكتر على دي كده. كده الوضوح اكتر. انا حابه اطلع البلورنج عليها كده، هنا هنا مكان البلور خلاص، مش حباها قوي بلور كده قوي. كده انزل ده من هنا بس، ومن هنا واضحة شوية مش مشكلة. نعلي ده بس كده شوية المدى، ونعلي ده برضو كده. كده تمام اوكي. تمام، يعني خلينا البلور على هنا اكتر، وهنا نفس الشكل ممكن ندخل عليها كمان ونعدل ونشوف هي شكله عامل ازاي. تمام، هو ده مكان البلور. هنا مكان الفوكس، فاحنا نرفع مكان الفوكس. انا عايزة البلور عليهم اكتر كده، حلو قوي بس، ونعمل اوكي خلاص. نفس التكنيك هنعمله على ده وعلى ده وعلى ده، هنسحبهم مجرد وهنرميهم عليها. بس وممكن نفتح ونعدل. هعمله بسرعة وارجع ليكم. نيجي بقى لاخر الحاجات والتاتشات النهائية في التصميم. بعد ما عملت البلور، بصوا هنا وهنا وهنا برضو التصميم بدأ فيه، يعني بصوا شكلها هنا الشجر اللي ورا قبل وبعد. ركزوا هنا، قبل اهو وبعد. البلور بسيط جدا بس عمل فرق كبير في التصميم. كمان طبقات الجبال عندي هنا، بصوا الناحية، ركزوا هنا، بصوا قبل وبعد. هي حاجة بسيطة جدا بس فرقت معايا في التصميم.
نيجي بقى لاخر حاجه بقى، طبقات الاتموسفيرك اللي احنا هنعملها، اللي هنعمل بيها الدبث في التصميم. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بمنتهى البساطه هنروح ناخده من السكاي نفسها. ده تكنيك في ناس بيستخدموا الفرشه، التكنيك اللي اغلب السوشيال ميديا بيستخدموه، يجيب لك فرشه كده ويجيب لون مثلا من درجات الازرقات الفاتحه قوي، ويبدا يكبر الفرشه ويبدا يعمل طبقات الهيزنس. بس طبعا دي طريقه مش احترافيه ولا صحيحه في عمل الاتموسفيرك. معايا زي ما قلت لكم كل الحصريات وكل التكنيكات الجديده اللي بيشتغل بيها المصممين العالميين ان شاء الله يعني. فهنتعلم تكنيك هنستخدمه ان انا اعمل طبقات الاتموسفيرك ما بين، اول حاجه هعمل كذا طبقه، ثلاث طبقات اتموسفيرك. الطبقه الاولى ما بين الميد جراوند والفور جراوند، الطبقه الثانيه ما بين الجبلين اللي هنا الفور جراوند وما بين البير، والطبقه الاخيره قدام الدب ومكعبات التلج. دي ثلاث طبقات اتموسفيريك هنعملها، وبعد كده هنبدا نحط الدخان بتاعنا اللي طالع من مكعبات التلج. يعني مش معقوله حاطين مكعبات تلج وما فيش اي بروده طالعه منها، يعني احنا عايزين نحسسك بالبروده، فلازم نعمل طبقات اتموسفيريك وطبقات من اللي هي البخار بتاع التلج. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هروح عند السكاي وبكل الافكتات اللي انا عملتها عليها هحددها بالشيفت اول طبقة مع اخر طبقة، واعمل كنترول جي وبعدين كنترول اي عشان اخليها طبقة واحدة. بس في نقطة قبل ما اعمل احولها الكنترول اي، انا حابة اني انا اشيل الماس بتاع السكاي اللي هنا ده علشان اخلي التأثير اخد اكبر كمية من السماء. فهاجي كده وعلى اخر طبقة بالشيفت وكنترول اي حولتها لطبقة واحدة بكل التأثيرات اللي عملتها على السكاي. حلو الكلام، حلو الكلام. هروح اخدها واحطها فين؟ احطها ما بين طبقة زي ما قلنا الميد جراوند والفور جراوند. فين الميد جراوند؟ اهو اهو هنا. هقفل طبقة البارت، انا مش عايزاها تدخل في البارت، انا هنا ما بين هنا تمام، او احطها فوق البنجوين والبارت كمان فوقيهم هنا. اقفل الطبقة عشان اتأكد ان هي تمام ما بين الميد جراوند بارت فوق البارت والبنجوين والطبقات اللي هي دي اللي هي الرايت والليفت بتكون وراهم، يعني ما بين هنا اللي هي الانعكاس بتاعها. هو ليه مش داخل في الجروب؟ ندخله جوه الجروب هنا، ده ندخله جوه الجروب، ده انعكاس تبعها يعني، ففي الجروب بتاعها تمام. وده اللي هي طبقة اللي هي الإضاءة اللي احنا عملناها على الجبل اللي هو هنا. طب احنا ايه العك ده يا جدعان؟ لا مش عك ولا حاجة، هروح اعمل عليها ماسك، والماسك ده هخليه كنترول اي اعكسها عشان اشيلها تماما. ازاي هعمل التأثير؟ هروح اجيب دي احلى طريقة، الجريدينج. هروح عند الجريدينت تول، وانا دلوقتي الماسك لونه اسود بخفيها، فانا حابة اظهر اجزاء من السماء عشان اعمل الاتموسفيريك. فهعمل هخليها هنا، هبدل بالاكس اخليها بالابيض، ابيض يكون هنا ابيض، واروح استخدم طبقة الجريد. انا حابة التأثير يكون باين من فوق لتحت، يبقى هبدأ وانا ضغطة كده واضغط شيفت وانزل كده. بصوا بدأ يظهر التأثير الاتموسفيريك، وافضل ازيد لحد ما اوصل للتأثير اللي انا عايزاه. ما تقلقوش من الجزء اللي تحت هنمسحها، بس ايه هي دي الاتموسفيريك. بصوا قبل وبعد، فرق طبعا قبل وبعد. خلاص حابين نقلل التأثير بنقلله. نجيب بقى هنا بقى نبدأ بعد ما عملنا بالجريدينت تول. دي اكتر طريقة محترفة نعمل بيها الاتموسفيرك. لكن طريقة الفرشة لا طبعا، يعني هتبقوا هتلاحظوا في التصميم ان في يسموها بوتش، يعني بقع حتت فيها قوي تأثير ضبابية عالي، وبقع فيها اماكن لا. لكن الطريقة دي بتخلي شغلك اكتر احترافية، كله موحد، مفيش حتت فيها زيادات وحتت اقل.
هنمسح هنا، هخلي الفلومي عشان امسح بس الاجزاء اللي هي تحت بالاسود، عشان امسح الاجزاء اللي هي من هنا كده. خلاص انا بس عايزة التأثير من ورا بس. خلاص كده مسحت التأثير الزايد من هنا، اقفل وافتح. تمام، تأثير هنا ممكن نخففه شوية من هنا كده لو حابين نخفف. خلاص حلو قوي، ادتني حتى زرقة او زرقان في الحتة دي، انها بعيدة عن اضاءة الشمس، فادتني واقعية اكتر في تصميمي. دي اول حاجة. تاني اتموسفيرك هعمله، قلنا ما بين الجبلين وما بين الدب. يبقى هاخد كنترول جي او بالالت عادي، اي واحدة فيهم، كنترول جي طبقة تانية منها، وهروح اعملها ما بين طبقة الدب واللي هي يعني هي بتكون ورا الدب من وراه وفوق الجبال. تمام، يبقى ما بين الدب وما بين الجبلين. تمام، طيب هروح على الماسك. انا حابة التأثير اللي انا عملته فوق انا عايزة اعمل غيره هنا، فاخليه باللون الاسود. ازاي؟ بالت باك سبيس. قلنا الت باك سبيس بيدينا اللون اللي فوق، وكنترول باك سبيس يدينا اللون اللي تحت. انا عايزة اللون الاسود، فهعمل الت باك سبيس عشان احذف الشغل اللي انا عملته في الاولانية وابدأ اشتغل من اول وجديد هنا. هنا هروح اجيب اداة الجريديانت تول كمان بنفس الطريقة باللون قلنا الابيض. يبقى هخلي الاكس، هخلي الابيض هو اللي فوق، واجي من هنا. انا عايزة التأثير يبدأ من هنا، فهبدأ كده وانا ابدأ اشتغل، وبعدين اعمل شيفت عشان يكون بشكل عمودي، وابدأ انزل كده. اهو تأثير على مين؟ على ما بين الجبال، ودي تاني طبقة اتموسفيرك، وهذا الطبيعي. طبقات الجو عبارة عن اكتر من طبقة، عشان كده كل ما بنبعد كل ما بنحس ان العنصر ابعد، ودي الطريقة الصحيحة لعمل طبقات الاتموسفيرك. مينفعش ان انا اعمل طبقة واحدة، لازم اكتر من طبقة، لان طبقات الجو هي اكتر من طبقة، عبارة عن كتير جدا لا تعد ولا تحصى من طبقات الاتموسفيرك. بس احنا هنا هنكتفي بثلاث طبقات. طيب هروح على الماسك وبالفرشة بتاعتي، والفلو هنا 100% عشان امسح باللون الاسود الحاجات الزيادات اللي احنا مش عايزينها. تمام، بس هرجع شوية هنا، اقلل شوية الفلو بقى دلوقتي عشان ايه ابدأ اتحكم اكتر. 8 مثلا، ابدأ ارجع هنا بالابيض شوية من الاتموسفيرك هنا كده، واشيل يعني ارجع واشيل لحد ما لو حاسين ان في حاجات كده. تمام، وابدأ اقلل ممكن شوية هنا، اقلل بقى اكتر شوية الاوبيسيتي عن الطبقة اللي قدامها، الطبقة اللي وراها قصدي، بصوا قبل وبعد كده بدأ يحصل واقعية اكتر في التصميم بتاعي. اخر طبقة هعملها، هعمل هنا كنترول جي منها، وفوق ما بين فوق مكعبات التلج والدب، فين ايس كيوب؟ ايس كيوب اهي، يبقى هنا فوقيها، وفوق كمان الشاي يعني الايس تي، وخلينا فوق كل السبلاشات والحوارات دي، يعني هنا فوق خالص. تمام، اخر طبقة طبعا، وهروح هنا اعمل الت باك سبيس عشان احذفه، وارجع اعمله من اول وجديد بالجريديانت بإكس عشان اجيب اللون الابيض عشان اجيب التأثير، وابدأ اعمل اخر تأثير معايا كده. بصوا الاوباسيتي هنا 34، ما تكونش عالية قوي كده، احنا بنشتغل باللون الابيض. تمام، ده اول تأثير عملنا. تاني تأثير كده اهي، بدأت تظهر طبقات الاتموسفير عادي، اي حاجة زيادة احنا هنحذفها، بس المهم ان انا ايه بعمل الطبقات الاتموسفير. خلاص اجيب الفرشة بتاعتي، خليها 100% عشان احذف الزيادات اللي هنا، وبالاكس اسود عشان احذف ده. تمام كده، بس ممكن ننزل شوية هنا عشان تأثير تمام، حس اني اخر اكبر كمية
من التأثير أروح على هنا أجيب الفرشة أحذف الحاجات اللي هي الزيادات، تمام، أقلل بقى الفلو بتاعي عشان أبدأ أتحكم، أظهر وأخفي، أخليها مثلا 9، وأبدأ هنا بالأبيض أرجع شوية منها هنا خفيف مش قوي. اسود اخفي في جزء من الجبال هنا، فاحنا مش عايزينها، احنا بس عايزين طبقة تل دي، تمام. لسه هنعمل طبقات الدخان فهنظبط الدنيا اكتر من كده، تمام. الطبقة دي اخر طبقة، اخر طبقة معانا، وهنبدأ نقلل كمان الاوبسيتي فيها اكتر من بقية الطبقات. دي اخر طبقة اتومو سفيرك، ادانا حبة واقعية شديدة يعني اكتر في التصميم. طيب اخر حاجة بقى علشان يكون تصميمنا، او مش اخر حاجة في تصميمنا لان في لسه كولر جريدنج، بس ما قبل الاخير اللي هو الدخان السموك اللي هو ده، اجيبه واحطه في التصميم. واحطه فين؟ احطه فين؟ هنحطه اول واحدة هخليها فوق خالص كل الطبقات، وهخليها بالسكرين، تمام، وابدأ اجيبها كده واحطها هنا. دي اول واحدة، خليها زي ما هي كده بنفس الكبر بتاعها، كمان ممكن اكبرها بزيادة من هنا من الشيفت، او خليها كده دلوقتي كده مثلا من هنا كده عشان ايه اجيب الطبق الدخان اللي من هنا، تمام كده، تمام. ده عشان ادي احساس البرودة اللي طالعة من مكعبات التلج، واعمل عليها ماسك، واجيب الفرشة بتاعتي خليها نعلي شوية الفلو بتاعها، تمام، وابدأ امسح من هنا عشان ايه ما يبقاش في حدية كده في شكلها مش منطقي يعني، تمام تمام. دي اول خطوة. تاني خطوة هقلل الفلو مرة تانية اكتر مثلا 3، وابدأ اني انا احذف الحاجات الزايدة قوي اللي انا حاسة ان في مبالغة فيها كده، اخفف شوية لان انا هعمل اكتر من طبقة، فاخفف شوية مش تبقاش الدنيا ايه هيصة يعني، تمام، هيصة مع طبقات الاتموسفيرك. اول اتموسفيرك انا عملته اللي هو ده تقريبا، تمام. ممكن نقلل شوية الاوباسيتي بتاعته حاجة خفيفة، تمام تمام. والتانية برضو ممكن نقلل، لان بدأنا نحط طبقة الدخان بدأنا نحس الدنيا بدأت ايه تروح مننا. طيب نرجع مرة تانية لطبقة الدخان، هي اين انت؟ ان هنا، كبر الفرشة، نشيل التأثيرات المبالغ فيها كده كده، بس نسيب حاجات ونشيل حاجات. طيب هعمل واحدة تانية، هعمل كنترول جي فوقيها، وبس ها ممكن اصغر شوية كده وابدأ اشيلها واحطها فوق هنا، هنا كده انزل شوية اطلع بس كده حاجة خفيفة، تمام، وابدأ اشوف ايه الحاجات اللي هشيلها منها. هنا كده هشيل هنا، فيه تحسوا فيه هنا كده الزيادات، انا بس حباها عند الليبتون نفسها، تمام، حلو قوي. بس كده حاسه ان الدنيا بقت مظبوطه كده، هنا اوفر بصراحه فمحتاجه ان هي تخف معانا شويه، تمام. والناحيه دي برضو محتاجين نخف شويه، تمام. انا عملت طبقه كمان كنترول جي، انا في تصميمي عملت كمان طبقة من ورا الليبتون، جبتها كده وحطيتها
كمان من ورا السبلاشات اللي هي الباك سبلاش هنا فوق طبقة السكاي هنا بالظبط. خليتها هنا، هي فين؟ هجيبها شوية كده كده هنا في الحتة دي، تمام. ممكن تروح عند الماسك وبالفرشة كده نقلل شوية التأثير ده. أقل بقى حاجة احنا هنقلله الفلون عليه شوية عشان ايه ميغلبناش. هي فين اصلا مكانها؟ هنا دي كده، تمام. ده جاي تقريبا من الطبقة اللي هي، ايوه هي دي، دي هنا اللي هي الخط اللي هنا ده، ده جاي من دي، تمام. نقفل دي كده، نشوف قبل بعد كده، تحسوا في منطقية اكتر في التصميم بصراحة يعني. بس ايه اوفر شوية، نخفف، نفضل كده نروح ونيجي ونخفف ونعمل لحد ما نوصل. طبعا انتوا تظبطوها احسن، انا دلوقتي بشرح درس فممكن حاجات يا جماعة تفوتني، ممكن انقص، ممكن. طبعا انا لما اشتغلت مع نفسي الحاجات دي مش بالساهل كده يعني، طلعت الشغل ده مش بالساهل، قعدت بالاسبوعين عشان اعمل تصميم زي ده. فاحنا دلوقتي راعوا ان في حاجة اسمها ان انا بشتغل بسرعة، فاكيد اكيد مش هيبقى الشغل دقيق زي لما يكون واحد بيشتغل براحته. بس مبدئيا هي دي الفكرة الاتومو اسفيريك اللي احنا عملناها، خلاص تمام كده. عملنا واقعية اكتر في تصميمنا، عدينا احساس البرودة في التصميم. بعد كده هتيجي الخطوة اللي هي الخطوة الجميلة جدا جدا اللي انا بدي كده تصميمي خلاص يعتبر خلصا، ممكن نقدم تصميمنا كده. بس ايه الفرق ما بين تصميم كده وتصميم انا كملته وعملت فيه حاجة اسمها color grading؟ يعني ايه color grading؟ يعني تون الوان. تون الالوان ده فايدته ان هو بيديني طابع سينمائي، طابع دراماتيكي اكتر في الصورة. في طبعا دروس في القناة كتيرة، في قايمة كاملة اسمها اكشن لوتس لوتس اند لوك اب، قائمة اللي هي بنشرح فيها ازاي تعمل color grading، او عفوا هي قائمة اسمها color grading تقريبا. في قائمة كاملة في القناة اتكلمت فيها عن بعض color grading وازاي نعمل color grading. بس دلوقتي في طريقة انا هعلمها لكم لما تيجوا تشتغلوا تصميمات زي دي. اغلب الناس خلاص كده خلصت التصميم، convert to smart object، يلا اعمل كاميرا رو فلتر. وانا كنت بعمل وعملت لكم الكلام ده في الثلاث تصميمات اللي فاتوا، لكن احنا دلوقتي خلاص بقى وصلنا لمرحلة متقدمة واحترافية اكتر، فينفعش ان احنا بس نعمل كاميرا رو فلتر. الكاميرا رو فلتر هي جزء من اجزاء الكولر جريدنج، او اخر خطوة، ممكن تكون خطوة في النص، ممكن تكون اخر خطوة وبعديها كمان خطوتين ثلاثة اربعة. فلازم نعمل في الاول حاجة اسمها كولر جريدنج. اختصارا للمحاضرة انا هعمل ايه؟ انا هشرح لكم انا عاملاها مخلصاها، فانا هفتح لكم بس الطبقات واشرح لكم انا عملت ايه. ده اسمه color grading، هنعمل جروب اسمه color grading خلاص. بعدين اول حاجة او اول طبقة فيه هنعملها هي دي، لا انا مش عايزة الطبقات التانية، نقفلها. اول طبقة هنا بصوا قبل وبعد، الطبقة دي مفيهاش تأثير كبير، هي مجرد طبقة gradient fill. من فين هنجيبها؟ نروح هنا وهناخد الجريديانت خلاص. اخترنا الجريديانت، فتحت الجريديانت، دخلت هنا عند الجريديانت وعملت اللون البرتقاني الفاتح والبرتقاني الغامق شوية، وبعد كده خليته ريديان وعملت زاويته 90 وخليت السكيل بتاعه كده خلاص. عشان تفهموا اكتر شكله هشيل البلند مود بتاعه السوفت لايت، خليني اشيل البلند مود واخليه نورمال تمام، واخلي الاوباسيتي بتاعته 100% عشان تشوفوا كان شكله عامل ازاي اصلا، كان شكله عامل كده. انا ليه عملت كده؟ افتحوا بصوا من هنا انا بقدر احرك من هنا، بصوا احرك مكان الاضاءة دي، الشمس بتاعتي هي دي البرتقال الفاتح بتاعي، انا الشمس من فين؟ من هنا. فانا خليت الفاتح من هنا والغامق من هنا من البرتقاني تمام، والسكيل بتاعه 297 وعملت اوكي. وبعد كده رحت خليت البلند مود بتاعه بالسوفت لايت
وبدأت أقلل الأوباسيتي بتاعته لحد ما خليتها رقم 8. أنا مش محتاجة أكتر من كده لأني أصلا عندي إضاءة، بس مجرد إن أنا بزود أو بأكد على الإضاءة بتاعتي. دي أول نقطة. تاني حاجة عملتها اللي هي دي فوتو فلتر. مش هتلاحظوا التأثير قوي من هنا، برضو بنجيب الفوتو فلتر من هنا، فوتو فلتر. عملت فوتو فلتر، اخترت الوورمينج، في عندنا فلاتر جاهزة، خدت اول فلتر وورمينج فلتر باللون الاورنج، ورحت عملت، بصوا التأثير وهو الاوباسيتي بتاعته 100% كده. عملت البلند مود بتاعها ايه اوفر لي، البلند مود ايه اوفر لي، ده تأثيرها وهي 100%. بس طبعا اكيد طبعا ده تأثير قوي جدا، فهنبدأ نقلله ليلة 12. بصوا قبل ما نعمل التأثير وبعد، اداني شوية برتقاني اكتر في التصميم. لازم اكسر يعني التصميم، انا عايزة صح امشيه في درجة الالوان الدافية برتقاني والاحمر، لكن في نفس الوقت عايزة اكسر الحدية من الدرجة البرتقاني باللون الازرق. فروحت عملت فوتو فلتر تانية باللون الازرق، كولينج فلتر، اخترت اللي هو الفلتر ده كولينج فلتر، هشوريكم التأثير. بصوا الكولينج فلتر عمل ايه، موازنة ما بين اللون الاورنج واللون الازرق. اوريكم التأثير، وهي هي انا عاملها الاوستي 10 وهو 100%. بصوا عامل ازاي، وكمان البلند مود اوفرلي عاملاه، بصوا التأثير عامل ازاي عشان اكسر حدية اللون الاصفر. بس اخلي الاوباسيتي هنا كام، نزلتها لعشرة 10%. فبصوا قبل وبعد، اديتني شوية زرقان كسر لي حدية اللون الاصفر. هخلص الكلر جريدنج، وفي خطوة احنا نسيت اشرحها ليكم، بس بعد ما اخلص الكلر جريدنج هشرحها. بعد كده عملت الجريدينت ماب، نشرح على السريع بقى ايه الجريدينت ماب ده. ده مجرد اسود وابيض، وعملته للومينيسيتي، بس اني انا بصوا بزود الاسود في الاماكن السوداء والابيض. بصوا كده هي مش حاسين فرق جامد قوي لاني اصلا الاوباسيتي قليله. بصوا لما نعلي الاوباسيتي، مجرد انه زود الاسود في الاماكن الغامقه وفتح الابيض في الاماكن الفاتحه. هخليه كمان، هو التاثير قليل جدا بس في نفس الوقت ادى شوية واقعية اكتر في تصميمي. بعد كده عملت جريدينت ماب من هنا، الجريدينت ماب اهي، جريدينت ماب. هروح عملت بعديها فوقيها طبقة جريدينت ماب اهو، قبل وبعد طبقة جريدينت ماب. التأثيرات خفيفة جدا يا جماعة، عملتها الاخضر والاورنج شوية الفاتح، وخليت البلند مود بتاعها كمان سوفت لايت. بصوا التأثير وهو 100% عامل ازاي كده، مجرد ان انا بزود الخضار. الجريدينت ماب هو انظامه هنا الاماكن الغامقه، يعني الاخضر هينزل في اماكن الشادو، بصوا اهو نزل في اماكن الشادو، والاصفر او الدرجه اللونيه دي البرتقاني ده نزل في اماكن ايه الاضاءه، وهو ده اللي انا عايزاه بالظبط. وعملت البلند مود كمان سوفت لايت، وبدات اقلل الاوباسيتي بتاعته لاقل حاجه، يعني مثلا خليها 5 قبل وبعد، ممكن نعليها شوية، نزلناها خالص، اديتني شوية خضار هنا كده. بصوا قبل وبعد، اديتني اخضر هنا اكتر. هي تأثيرات خفيفة جدا يا جماعة، لا تذكر، بس بتديني شكل جمالي حلو قوي. اخر حاجة بقى، عملت الجريدينت فيل مرة تانية. عملتها ازاي؟ عملتها ما بين، خلطت ما بين الدرجة الاورنج والدرجة الزرقاء. ده على فكرة مش قرآن ان انتوا تمشوا عليه، كل واحد هيعمله بطريقته. انا بس كنت عايزة اخلي اماكن الشادو بالازرق اللي هي دي، واماكن الفتحة باللون الاورنج اللي هو ده، وخليت البلند مود بتاعها كمان سوفت لايت، وخليتها 50%. بصوا قبل وبعد، بس ممكن نقلل كمان شوية عشان ده كان معمول على التصميم اللي قبل ده، فممكن هنا نقلله شوية. تمام. بصوا قبل الكولر جريدنج وبعد الكولر جريدنج، الدنيا اتغيرت معايا تماما. طبعا انتوا حاسين الدنيا هيصة وزحمة وتأثيرات، انا حاسة الاتموسفيرك عالي شوية، فممكن نقلل طبقات الاتموسفيرك
هنا كده ونقلل كمان دي. تمام، بنعدل احنا طول ما احنا شغالين يا جماعة بنعدل. وهنا الاتموسفيريك الاخرانية دي نقللها، تمام، عشان ميبقاش التصميم بتاعنا كده. وبالنسبة للسموك، ثواني، ممكن اللي هي دي الاخرانية نقلل شوية الاوباسيتي بتاعتها حاجة بسيطة. تمام، بالنسبة لدي لا دي حلوة مظبوطة، ممكن شوية نقلل الاوباسيتي بتاعتها حاجة بسيطة كده، يعني مش قوي كده كده. تمام، لان لسه في عندنا الكاميرا رو فلتر، التصميم بدأ يتغير شكله وملامحه. بس في نقطة انا نسيت اعملها، بس عادي نعملها. نقفل الكالر جريدنج بتاعنا. كالر جريدنج زي ما قلت زي ما انتوا عايزين، بس بنعمله بايه؟ بالجريدينت فيل، بنعمله بالفوتو فلتر، ممكن باللوك اب، ممكن بنعمله كذا طبقة كذا طبقة، ممكن نعمله بالجريدينت ماب. بنخلط الوان على بعض، ابدأ اقعد خلط زي ما انت عايز. انا عايز اماكن الشادو احطها باللون الاخضر، اماكن الظل اعملها بالازرق، اعملها بالاصفر، عايز اماكن النور اخليها باللون الموف، عايز اخليها باللون الاحمر، اللون الاورنج. اقعد العب العب وغير في البلند مود، هتوصل لتون لوني. يعني هي مش قاعدة عامة، بس احنا بشكل عام بنعملها كل واحد على حسب ما هو عايز مود الالوان لتصميمه يروح فين بالظبط. هي اصلا لوحدها عايز لها قاعدة يعني، بس احنا دلوقتي شرحناها بطريقة بسيطة. بس في نقطة زي ما قلت لكم اللي هي تحت الفريم هنا، هعملها فوق الصن. هعمل حاجة اسمها اكسبوجر، هقلل للتصميم ككل كده الاكسبوجر بتاعه شوية، هقلله خليه كده. تمام، وهروح عند الماس كنترول اي، وهجيب الفرشة بتاعتي عشان هنا بيكون اغمق من هنا. هنا اماكن فاتحة وهنا اماكن غامقة، مش منطقي ان هي تكون فاتحة كده. خلي الفلو 8 زي ما هو، وباللون الابيض بالفرشة ابدأ اغمق الاماكن اللي هي هنا كده. بصوا، لانه مش منطقي اللي هنا او الاماكن اللي هي هنا تكون فاتحة بالمنظر ده، حاجة مش منطقية بصراحة يعني في التصميم. تمام، الاضاءة كلها جاية من الاتجاه ده، فانا برمي شوية شادو هنا هيديني عمق اكتر في تصميمي. تمام، هو مش بالمنظر ده اكيد يعني، فاحنا ممكن بالبلند اف هنحمي اماكن الاضاءة من الشادو كده، نبدأ نشيلها اهو، شلناها من اماكن المضيئة، يعني شلنا الشادو من الاماكن المضيئة خالص. تماما تماما شلناه، نشوف قبل وبعد في عمق اكتر في التصميم، صح ولا لا؟ تمام كده، قبل وبعد، حلوة قوي، حاسة ان هي ممتازة كده، مش محتاجة اكتر من كده. طيب بعد كده اخر خطوة بقى في تصميمنا كده، نكون بنفنش نعمل تسييف عشان ما نعيطش بعد كده ونقول يا ريتنا. اخر نقطة كده انا بدأ يدخل شوية في دراماتيكية اكتر التصميم بتاعي. بصوا، قبل الكالر جريدينج كان شكله عامل ازاي، وبعد الكالر جريدينج فعلا فرق، يعني فرق ما بين كده وبين كده. بس الاكسبوجر هنا هنقلل الاوباستي بتاعته شوية كده خفيف، بس كده يعني، ايه حاجة بسيطة كده. تمام. طيب اخر نقطة اللي هي الكاميرا رو فلتر هعملها معاكم. هنعمل هنروح على اخر طبقة ونعمل كنترول الت شيفت اي، هيديني التصميم. هروح اعمل له كونفيرت سمارت اوبجكت، بعد كده هبدأ اشتغل عليه. مش انا ممكن انسخ الفلتر اللي انا عملته، لكن انا هشتغله معاكم دلوقتي كاميرا رو فلتر، ونشوف في النهاية هيوصل التصميم لايه. انا حابة امشي في مود الاصفرات اكتر كده، وحابة امشي في مود الاخضرات سنة كده. تمام، بس في نقطة قبل ما اروح، خليني احذف طبقة الرو فلتر. في الكالر جريدنج هنا انا حاسة ان ده اخضر بزيادة، هو جاي من فين؟ تأثيره من ده، صح؟ هي اخر واحدة انا عملتها،
هقلل برضو شوية، يعني انا مش حابة تبقى بالخضار ده يعني، عشان لسه هعمل كاميرا رو فلتر، فالدنيا ما تبقاش ايه هايصه معايا قوي. تمام، ارجع هنا مرة تانية، كنترول الت شيفت ايه وسمارت اوبجكت. المحاضرة دي معلش طويلة، بس كان لازم خلاص بقى نخلص المحاضرة. نروح هنا في الكاميرا رو فلتر، هزود الاصفر والاخضر سنة، عشان كده قلت لكم قللته. كونتراست هزيده بحيث ان يدي وضوح اكتر. الهايلايت انا حاسه هنا انه عالي معايا شويه، فممكن نقلله شويه. الشادو كده يعني نزوده شويه بحيث ان اخلي العين تركز هنا اكتر. الوايت بصوا كده عالي، يعني انا حاسه ان ممكن اكسر شويه حديه الفتحان الجامد قوي في الجزئيه دي، عليت مننا، فانا ممكن نظبط الدنيا من هنا، والهايلايت كمان من هنا كده شويه بحيث ان ايه ما تبقاش عاليه قوي كده. بالنسبه للبلاك لا كده، شويه تكستشر خفيفه 2 مثلا، كلاريتي 2. تمام، الفايبرنس هنعليش كمان، خلي الوانها قويه اكتر. الكلر ميكسر هنا همشي هنا، بصوا فعلا الكاميرا رو فلتر بتغير الدنيا. هنا همشي اكتر في الاحمر، هديله احمر اكتر، هديله اورنج كده بيمشي اصفر كده، هديله اورنج. بصوا الشاي انا حابه ازيده اكتر بحيث ان انا العين تركز هنا اكتر. هنا ازيد الاحمر فيه اكتر، ازيد الاصفرات كده او خليها كده ماشيه كده كده. الجرين كده كده تمام، الازرقات امشيها شويه كده كده، مشيت كده حاجه بسيطه. طيب كده كفايه قوي عليا. بالنسبه لي الكالر جريدنج همشي الميد تون ما بين طبقه الاخضر والازرق كده، بس ما تكونش عاليه قوي يعني، حاجه بسيطه جدا. وهنا همشي في الازرق الغامق شوية بس ما تكونش عالية برضو، حاجة بسيطة. وهمشي الهايلايت في هنا الاحمر الاورنج كده هنا بالظبط. تمام، هعمل شوية ايفكت عليها جرين، يعني هنخليه بمقدار 3. الجرين بيعمل اندماج اكتر في تصميمك، بيعمل جرينينج كده، بص جرين شوية جرين كده على التصميم كده، يعتبر خلاص. هعمل اوكي، بصوا الفرق قبل الفلتر وبعد الفلتر، فعلا لما قللنا شوية الاضاءة بدأت حاجات تبان، الاطباقات الاتموسفيرك واضحة معايا، كل حاجة مظبوطة معايا، الالوان جميلة. في خطوة ممكن نعملها، ان اللي حابب يزود الغمقان هنا، بس انا شايفة ان هي مش محتاجة، برضو عن طريق اللي هي الجريديانت ماب، نفس اللي احنا عملناها ابيض واسود، او مش بالجريديانت ماب عفوا، بطريقة الجريديانت فيل. اللي حابب يزود الاسود في الحواف كده، وهيروح يعمل ده باللون الاسود او مش الاسود، من الاخضر الغامق قوي مايل للاسود خلاص، وهيخلي الطبقه دي هنا بنفس عادي زي ما هي كده، وشفافه اوباسيتي فيها شفافه لان انا مش محتاجه اي حاجه هنا، وهروح اخليها ريديال. تمام، وهعمل ريفيرس بحيث اني اخليها بس في الحواف، ده لو انت حابب يعني تعملها او حابين تعملوها كده كده. خلي الاخضر هنا في الحواف اكتر ماشي، وبيروحوا يعملوا البليند مود بتاعها مالتبلاي عشان اغمق هنا ويقلل الاوباسيتي بتاعتها اقل حاجة بقى، عشان اصلا احنا مغمقين بالكاميرا رو فلتر هنا. تشوف قبل بعد
ادتني شوية عمق ودبث في التصميم. يعني ممكن دي خطوة اختيارية اللي حابب يعملها، وكده يكون التصميم خلص معانا. حابة ان انتم تكملوا تصميمكم، معلش لو المحاضرة طولت لاني كان لازم اخلصها، كده كفاية علينا 5 اجزاء، وتكملوا التصميم. ويا رب ما كنش نسيت اي نقطة او اهملت اي نقطة او اغفلت اي نقطة وانا بشرح، وسامحوني لو في اي تقصير في الشرح ولو في اي تقصير في اي حاجه مني ليكم. فحابه ان انتم تطبقوا وتنزلوا كل ده على جروب سارة ديزاينر للتصحيح النهائي، واشوف تصميمكم في النهايه واشوف هل هو في دمج صحيح، كلر جريدنج صحيح، اتموسفيرك صحيح، ظلال صحيحه، اضاءه صحيحه، توزيعات صحيحه، ونديكم ان شاء الله الدرجه النهائيه. ويا رب يوفقكم واشوفكم احسن مصممين. واتمنى منكم دعم القناه، الاشتراك، تفعيل زر الجرس، تعليقات، لايكات، يا ريت ما تنسوش وما تبخلوش عليا باقل كلمه، فعلا بتفرحني وتخليني احس ان المجهود اللي انا ببذله فعلا 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 ليه قيمه. شكرا ليكم على دعمكم المستمر ليا وللقناه، واتمنى منكم التطبيق والتنزيل على جروب سارة ديزاينر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.